ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ القنوت في صلاة الفجر يا اخواننا العلماء قالوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في النوازل. النوازل يعني يكون في حرب في البلد مثلا، في عدو بحارب البلد، او في غلاء، او في مجاعة، في يعني نازلة مصيبة عمت بالأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط إلا في شنو؟ في النوازل. لما تكون في حاجة عامة في البلد أو حرب على بلدة من بلدان المسلمين، ما شرط إلا السودان، حرب على أي بلد ثانية، حرب في السعودية، حرب في مثلا أي بلاد من بلاد المسلمين، يدعو الناس القنوت. القنوت بيكون في كل الصلوات، في النوازل ما بيكون في الفجر براو، لا كل الصلوات. والقنوت العلماء قالوا الشرط الثالث فيه يكون جهرا ما سرا. احنا عندنا البعض بيعملوا سرا، لا الصحيح جهرا وفي كل الصلوات، لكن عند النوازل. بعدين يكون بعد الرفع من الركوع، بعد ما يركع الامام ورفع من الركوع بعد ذاك يدعو والمصلين كلهم يؤمنوا، لانه دي نازله بتخص الناس كلهم وبتهم الناس كلهم، يدعو بصوت عالي والناس كلها تأمن خلفه. لكن بيكون عند النوازل. أما دائما كده سئل عنه أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه، قال له هل كان يقنط النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أي بني محدث، أي ليس من السنة. هذا كما روى الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. أما يا إخواننا انتبهوا في مسألة مهمة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، إنه الإنسان لو رأى، لو كان الإمام بيرى القنوت السري ده، إحنا قلنا ده ما من السنة، لكن لو كان الإمام بيراه هل صلاته صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة صحيحة لو كان بيراه، تبقى شنو؟ نعم. أها الصلاة جات؟ خلاص بس نتم السؤال ده بس نص دقيقة. أي طيب، فيبقى شنو؟ الراجح ابن القيم يقول، معلش عشان نختم الكلام، ابن القيم يقول والراجح إنه الإنسان إذا فعل القنوت السري هو يبقى القنوت السري ما صحيح، ما من السنة، لكن قال الصلاة صحيحة. الصلاة ما تكون باطلة، يعني صلاته ما بتكون مردودة، والإنسان إذا صلى خلفه ما يلزم يعيد الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن يا إخواننا السنة أن يكون القنوت بالشروط التي ذكرناها. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.